الحرباية هي نوع من فصيلة الزواحف، وبتتميز بلسانها الطويل وعيونها الواسعة اللي بتساعدها انها تشوف بزاوية 360 درجة. الحرباية بتتميز كمان انها تقدر تغير لونها حسب البيئة اللي حواليها، وده بيساعدها على الاختفاء من الحيوانات المفترسة. حجم الحرباية من 15 ملم ل 86.5 سنتيمتر، ووزنها بيوصل ل 2 كيلوغرام، وسرعتها 35 كيلومتر في الساعة. وبتتغذى الحرباية على الحشرات، وبتعيش في قارة أفريقيا وجنوب أوروبا وجنوب الهند.